عن اكتر واخطر عمليه. طبعا انا عارفه ان عمليات القلب كلها بتبقى خطيره جدا، حركه القلب وتوقف الدم. اخطر عمليه وقفت فيها ولقيت نفسك يعني كان موقف صعب؟ بصي، هي بتبدا من قبل العمليه، من ساعه التشخيص. يعني انا لما كنت ماسك عميد معهد القلب، كنت داخل ذات صباح ساعه ونص كده تقريبا، لقيت شاب داخل 35 سنه، بسيط، لابس جلابيه، وقالوا ناس غلابه كده يعني، صاحي عنده وجع في صدره، مجرد هو نام على السرير فتوقف القلب على طول قبل ما نكمل رسم القلب. بس قعد راح بقى وخلاص بقى في غيبوبه، والدته بقى قعدت تخبط دماغها في الارض، ووالده بقى الطم وتعينه مات خلاص يعني. قعدنا اشتغلنا عليه مثلا حوالي ساعه، انعاش وصدمات، خدي 25 صدمه كهربائيه. وما كناش فاقدين الامل، قلنا ده لسه صغير فده ممكن فعلا القلب يرجع، ورجع فعلا انقباض القلب. جرينا بيه على عمليات القسطره، هنا عنده جلطه كبيره في الشريان التاجي، داوبناها وحطينا دعامه فيها. المهم على اخر النهار كان بيتخانق عايز يروح، قلت له لا يا حبيبي اقعد، ما ينفعش. المهم هذا عاد الى الحياه. جالي بعد يومين المكتب، قال انا جاي اسلم عليك. هو راجل غلبان جدا تلقائيا يعني. قال لي انا نفسي اقعد في مكان كبير كده واسع عشان اتكلم ناس كتير عن اللي انتوا عملتوه معايا. يعني انا لا لي اهميه، ولا انا قريب حد فيكم، ولا معايا فلوس، ومع ذلك اهتميتوا بيا واحيتوني وكده. قلت له يا ابني ربنا اللي احياك. فدي كان من الحاجات اللي هي سمعت، ده يعتبر مات ورجع. ما انا لقيتهم بقى بيتكلموا عاد الى الحياه، لقيتهم بيتكلموا عن حاله في البحيره كده، قلت لهم يا جماعه ده الروتين بتاع معهد القلب، ده كل يوم هتلاقي حاله زي كده. بس هي بتبقى مؤثره ليه؟ لان بتبقى خلاص فقدت الامل ان هو ميت. ده بص قبل اختراع القسطره وقبل اكتشاف الصدمات الكهربيه وعمليات الانعاش دي، الناس دي كانت تموت في بيتها فعلا. فهو طب القلب فعلا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. برضو ربنا هو اللي بيخلق الداء ويجيب الجلطه، وعلمنا ازاي نداوبها، وازاي نتعامل مع تعقف القلب، وازاي بعد ما هو يبقى خلاص بره يعني. هي والدته ووالده قالوا ده مات خلاص، شايفينه. احنا بقى لا عندنا امل ان احنا هنرجعه، ورجع وعاش يعني. ورجع وعاش. هل يتم استبدال الشرايين بالفعل للقلب؟ يعني كان في فيلم زمان قوي ليلى مراد لو تفتكر، هي طبيب القلب. ايوه طبيب القلب. وبعدين هي استبدلوا قلبها. هل الكلام ده علمي وحقيقي ولا دلوقتي في استبدال القلب؟ طبعا حقيقي. يعني ممكن حد يموت فيبقى قلبه لسه لا، القلب النابض يعني. بصي هما بياخدوا اللي هو موت المخ، موت جزء المخ. القلب لو توقف ما ينفعش يتنقل، لازم يبقى القلب لسه كونتراكتايل شغال. بياخد وقت قد ايه؟ فهم لا لازم بسرعه، لازم يكون يعني اسعاف بقى بالطياره، ويفصل القلب ويحطه في اجهزه معينه ويحفظه في درجه حراره معينه، ويروح على بنك القلوب يتعمل له تيشو ماتشنج تايبنج عشان يشوفوا ده يناسب مين. فاكره رجل الاعمال، مش هنقول اسمه الله يرحمه، كان في مصر وكان محتاج زراعه قلب. اول ما كانوا حاطينه على بنك القلوب في امريكا على الويتنج ليست، اول ما لقوا القلب المناسب ليه طك طك، هو ده اللي طلبوه من مصر، راح عملها. قابلته بعدها، قعد يجي 10 15 سنه بعدها. بقلب مش قلبه، بقلب مش قلبه. وقابلت انا حتى في ندوة عندهم كان عاملينها في المدينه بتاعتهم. فالمهم مراته بقول لها ايه الاخبار، قالت لي الكلام اللي انت بتقوله كله صح. قلت لها ايه؟ قالت لي شخصيته اتغيرت تماما، ده جاي بعد العمليه قلب مش قلبه، مش عارفني ومش طايقني. اتغير جدا. سبحان الله. قالت لي، قلت لها يعني اربع سنين، قالت لي لا قاعد والله 6 سنين عما بدا تاني ايه يبدا بقى كده يتعرف عليا. يعني لان هو القلب هو اللي بيحس. في نظريه في الغرب بتقول ان هو ذاكره القلب، كاردك ميموري، ان هو القلب بيتخزن عليه جزء كبير من المشاعر والشخصيه. ما هو ده جزء مكملين لبعض. أوكي. القلب الذي في الصدر والمخ الذي في الجمجمه، الاثنين بيتواصلوا مع بعض بالاعصاب وبالكيماويات، وبيخزنوا بعض المشاعر والافكار والعواطف والانفعالات، وكلها بتاثر على الشخصيه. سبحان الله. سبحان الله. طيب بالنسبه لعمل المراه الطبيبه، طبيبه القلب بالذات تحديدا، ازاي بتشوف عملها؟ وهل هي بتكتفي زي ما حضرتك ذكرت من شويه ان الطبيب لازم يكون باستمرار عنده دراسه؟ هل الاطباء النساء بيدرسوا ولا بيقف العلم عند حته معينه؟ يعني انا كشخص من الناس
بحب الدكاترة. يعني بخاف أبقى عند دكتورة سيدة، لأن يعني مش عارف أقولك إيه، ولكن هم اللي بيدخلوا في المعترك بقى ويوصلوا معنا في العمليات والجراحة والأسطرة والحاجات الصعبة دي عادتهم قليل. يعني ممكن تلاقي طبيبات قلب كتير بس بيكتفوا بقى بالموجات الصوتية، الحاجات اللي ما فيهاش إيه يعني ريسك جامد وخطورة جامدة. لكن في عدد قليل منهم بنسميهم قلب الأسد، تبص تلاقيها داخلة بكتفها زي أرج الراجل تنافس وتعمل. أيوة. بس دول معدودين. لو عايز اسماء اقول لك يعني. ايوه طبعا. في مثلا ميربت ابو المعاطي في كهربة الأبلة في عين شمس، في نيرين في نيرين عكاشة، دي تدخل بكتفها تدي البوكس للبس شاطرة، يعني هي تقدر تدخل تعمل الحالة تنقذ حياة واحد وارجل من اي راجل وقت الشغل. في غادة قزامل في المعهد، في مي حمدي السيد بنت دكتور حمدي كانت رئيس اسم القلب في عين شمس وفي طب قلب الاطفال، في برضو في القصر العيني سونيا الصعيدي، وفي رشا عمار، وفي من تاني كمان، في امل السيسي برضو في القصر العيني برضو بتدخل مع الاطفال، في الطب القاهره بقى مروه مشعل ورجاله وعزه فراج. لا يعني دكتوره قلب تعتمد عليه قويه، هم بيبقوا يعني في العلم اقويه، بس هو المجموعه دي بقى كملت ودخلت في السب سبيشاليتي وما خلاص انسى بقى يا حبيبي انا زي زيك في الليسته واقفه معاك لاخر اليوم وهشتغل. في كمان في معهد القلب عزه قتا، وفيها هاله فرغلي، في ناس كتير دكتور القلب دكتور جمال كتب على صفحته قريب ان باب النجار مخلص. كان ايه بقى اللي حصل؟ ما هو بص بيقول لك ايه، اسال مجرب وما سالش طبيب. انا بقيت طبيب ومجرب. يعني يمكن ربنا حب يديني الازمتين اللي انا تعرضت ليهم في حياتي طلعت منهم كسبان.